السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن هنا مع زميل حمد الوديعة، كيف حالة من خالد من حالات المستأجرين الحمد لله، هو عالج راعي معه جماعة هون من الواقي جاي تزوره بعد خبيط قلنا هذا اليوم، وحين مجلس السيوخ والحمد لله بعد هو الحمد لله يشبه والله الحمد لله. الله يطول منا وبيكم.